السلام عليكم، كدير الاخوان؟ كلشي على ما يرام، الحمد لله. بغيت نوضح لكم شي حوايج في الطريق، نزيد نوضح لكم ديما باش الواحد يستافد. يعني الواحد واخا عارف شي حاجه، راه يقدر في فيديو درتو دابا، فيديو درتو واحد اخر، كاين شي حوايج اللي كنساهم في شي فيديو ممكن نقولهمش، اولا هاد الفيديو كاين اللي كيتفرج له واحد الاخر ما تيتفرجلوش. يعني ديما الواحد الجديد يستافد، ديما يستافد، شحال ما يلقاي يجبد المعلومات راه مزيان. يعني بالنسبة للطريق، تصوير الطرقي، الواحد يحاول في الطريق يرد البال، الصمتة ديالي نحيد عليا الحوايج اللي غادي يسببولي في المشاكل، الواحد يرتاح مزيان، راحة البال هي كل شيء. يعني الواحد يكون مرتاح، ناعس مزيان. الطريق خوتي كتبغي الواحد يكون ناس مزيان، مازال كنت عندك السيارة تمشي تنقل من مكان لمكان، ولكن اون فوا كتولي خدام عند الناس، يعني خصك تخدم داك الشيء على ما يرام، خصك تنضبط مزيان، اوبليجي عليك، يعني خصك توصل لهم السلعة وتمشي وتجي، يعني راك خدام السيارة ديالك. تقدر ما مرتاحش راه ما تمشيش تصوم، مرتاح غتمشي، ولكن الا كنتي خدام راه ضروري غادي تمشي، خصك تمشي اي طريقة. يعني بعد الله يحفظ، الا وقع شي مرض ولا شي داك، يمكن لكم الواحد يرتاح مزيان وينعس مزيان ياكل مزيان باش كتستعدوا للسياقه، راه كتدخلوا للدومين ديال الطريق، راه الناس معانا في الطريق كنغامروا بحياتنا وحياه الناس الا كنا في شي حاله اللي ما الله يستر. بالنسبه للناسيونال، الطريقه الرئيسيه العاديه، لوتوروت خلاص راه سهلة، سهلة بزاف كاع. زعما لي مول في السودان راه كتجي لوتوروت عادية، يعني بلا ما نوضح لكم بزاف، بغيت نوضح لكم في الطريق العادية، الطريق اللي فيها سيارات شي غادي شي جاي قدامك، يعني باش الطوبل بالنسبة للشاحنات راه صغار صغار فاش تندوبلو شي بحال دابا هدا مثلا. بحال مثلا هذا بغى يدوز او دخل، نحتارمو نعطيه الطريق يدوز، يعني هكذا كنتعامل مع الناس في الطريق، هو كيفرح وانا فرحان، واحد نسمح له بغى يدخل. بحال دابا مثلا ما نعطيهش الطريق ويكونوا السيارات مورايا بزاف، الا ما عطيتيش انت الطريق ما عطاش الاخر الطريق، شكون اللي يعطيه الطريق؟ يعني خص واحد فينا يصبر، ديما خصنا حنا نتعلموا الصبر، نتعلموا التسامح، الواحد يتسامح في الطريق. واحد واخا داخل، يعني واخا انا غادي في طريق كبيره مثلا، غادي وقربت للرومبوان ولا واحد بغى يدخل مسكين باغي يدخل، يعني نسمح له يدخل، معليش نصبر شويه، شحال غادي تضيع دقيقه ما كاملاش، ماشي مشكل. هكذا الواحد هنا في اوروبا، يعني هاد القضيه كاينه بزاف، كان الواحد كيتسامح، كنمشيو في الطريق واحد كيخليك تدوز. انا كنلاحظها بزاف د المرات، كندخل غير ندخل غير شويه، زعما يعني بحال خارج بهذا الطريق مثلا، وغادي وكاين شي واحد غادي فشي طريق، يعني غادي بواحد 50 كيلومتر ولا 40 كيلومتر في الساعه، ما تهضرش انا على الطريق كبيره اللي غادي انت ب 80 ولا، يعني كاين واحد الطريق صغيره وواحد بغى يدخل، يعني كتسمح له شحال واحد تيسمح لك انت، عاوتاني كتسمح للاخر، وهكذا كيكون النظام، الواحد متفاهم وغادي سايق مزيان. بالنسبه كما قلت لكم الفيراجات، الفيراجات واحد ديما يرد البال، بحال الفيراج ما نمشيش انا مكسيري في الفيراج من جهاد ولا لي غاب شويه، نفراني شي شويه قبل ما نوصل للفيراج، نحاول على السرعه ديالي مع الريح مع الشتاء، الله يستر الكليساج، الواحد يرد البال. بالنسبه مثلا كيكون الطريق امبلوكيه، الشاحنة ديالي نفرانيها قبل، منخليش حتى نوصل حدا الواحد ونبقى نفراني، يعني نقدر الله يسر الفران، الشاحنة كانت متقلة راه ما كتفرانيش في البلاصة، باش نقولها لكم. وعادي الا كان عندها لي بلاكيت ناقصين شوية ولا، يعني الفران ديما نشدو من البعيد، بالنسبة للهبطة الغالونتيسو ها هو غادي تهبطو فاش تكون في شي منحدر خطير ومتقل، ماشي نقولش انا منين كتكون خاوي راه خلاص بلا ما تستعمل، ويستعمل شويه الفران ماشي مشكل.
يعني فاش كتكون في المنحدر ومتقل يعني غادي نستعمله قبل ما تهبط بيا الشاحنه بواحد السرعه كبيره، ما نخليهاش انا توصل لديك السرعه وهي متقله، راه الشاحنه كتزاد الا كان عندي اوتوماتيك، يعني الشاحنه كتزاد الا كان عندي مانيوال حتى ديك الساعه كتقدر تستعمل. وهذيك هذه روبوتيزي، هذه مانيوال اوتوماتيك، هاد لا بواط خرجوها جديده هي مانيوال وهي اوتوماتيك فين ما بغيتي تستعملها. يعني كما غتلاحظوا غادي نجبد عندي الدقه، هي غتولي مانيوال، يعني انا نبقى ندوز الفيتاسات، انا نكسيري غادي ندير سيزيام، انا درت كاطريام الا طلعت للفوق سانكيام وهي غادا، دابا غادي نولي غادي مانيوال بحال يعني بلا امبرياج، وليني الى عاود رجعت عندي ولات اوتوماتيك كما كتلاحظوا اوتو، يعني غادي تولي اوتوماتيك. هادي علاش داروها، بالنسبه كتكون غادي فشي طلعه شي عقبه وغادي تولي بلا وعاود تهبط في الهبطه، يعني باش تكون غادي بواحد السرعه في العقبه انت خاوي مثلا ولا عامر عندك غادي بواحد المسافه، الشاحنه ديالك ولفات بديك السرعه، ما هي ما عارفاش باللي انت راك غتهبط في واحد الهبطه خطيره وغادي تبقى غادا بديك بالسرعه اللي غادي بيها. ولكن فاش كتكون مانيوال، فاش كدير هاد تتردها مانيوال، يعني انت كتحكم بالشاحنه وكتطلع، انت غتطلع غير بشويه، غتطلع بواحد 7 ايام ولا 8 ايام ولا داكشي اللي غتطلع به على حسب التقلله، باش كتهبط كتكون مستعد، ما الشاحنه هي ما كتستعد، هي كتفراني وانت كتفراني وهي كتزيد. هادشي بالنسبه لهاد لابواط كيما قلت لكم روبوتيزي كتسمى، راه جايه تحت تتكون كتكون تحت سميتو الغالونتيسور، كتكون تحت الغالونتيسور هي باش تتقاد الفيتاسات ديالك. بالنسبه انا عندي دوفو، يعني ما عمري نشد اليسار، بس الشاحنه ما تشدش اليسار قبل ما ندخل رون بوين، ديما نشد اليمين، نشد اليمين. علاش؟ باش كتشد اليسار راه كتجي سياره من اليمين، وانت فاش كتدخل في الرون بوين هي كتدخل لك على اليمين، وفاش كتجي تقلب على اليمين ديك الساعه انت كتجرها معاك، يعني ندخل هكذا ونرد البال هنا وغادي ندخل بحال غندخل في الرون بوين ونعاود نقلب على اليمين ونعاود نقلب على اليسار. يعني كما كتلاحظوا ديما فاش تبغيو تعاودوا تدخلوا لشي طريق نزير اليسار، يعني شويه هاد اليسار بحال غادي باش ندير الحساب لا رومور كلول، لا رومور الا ما درتش الحساب ليها نقدر الله يسر كان شي طريق طوال قاصح ولا شي بوطو كنجرو معايا ولا نقع تقلب لي الشاحنه الله يحفظ لك غادي بواحد. ديما بحال دابا هادو انتم غادي نقسم السرعه ونخليه يدوز، علاش انا غادي نتقاتل معاه مثلا واخا كاع يكون قرب، الا قدرت نتجاوزك كنت غادي بسرعه كبيره خليني نمشي بسرعه كبيره، ولكن كنت غادي بشويه يعني نخليه يدوز نعطي اشاره ضوئيه اولا نقص هو غادي يفهم راسو، الا كان شي فور مزيان راه غادي يفهم راسو. بالنسبه انا طالع يعني نشوف ديما اللي قدامي نعطيه مسافه الامام، مسافه الامام تلاحظوا بحال دابا انا نقرب الرومبون نفهمكم واحد النقطه، يعني هذيك الرومبون جايه في الهبطه شويه، هذه ماشي هبطه كبيره ولكن مهم راه هبطه، هذه غادي عندي دو فوا، يعني غادي تحطي ديما وتشوف لها واش جاي شي واحد، يعني راه يقدر وكان فراني من بعد واحد 100 متر، راك شفتوني انا فراني بشي 100 متر قبل وما ندخلش لوفوا الثاني حيت عندي شاحنه طويله، يعني بقى في لوفوا ديالي قبل الرون بوين، ديما راه كيوقعوا لك صايد الله يحفظ الا دخلتي على اليسار، يعني نبقى في لوفوا اللي على اليمين، وفاش نبغي ندخل في الرون بوين غادي ندير بحال غندخل فيها النيت بحال غندخل في الرون بوين، ما غاديش نزير اليمين، انتم غادي تلاحظوا كيفاش غادي ندير باش تديو هاد القاعده، راه مزيانه كتنفع بزاف. انا راه في الاول فاش كنت بديت انا كنبغي نزير اليمين حتى قصت واحد التريطوار الله يحفظ، المهم استفدت، الواحد يستافد قبل ما يطيح في الخلط. يعني انتم تشوفوا انا حضي اليسار حضي، وهاد المرات كيدوزوا السيارات بسرعه ماشي بحال الشاحنات، نتسنى حتى تخوى الطريق اسيدي وغادي ندخل بحال غندخل في الرون بوان
انتوما كما كتلاحظوا بحال ندخل عاد نقلب على اليمين كان باش كنهرب لا رومور كتهرب عاوتاني نزير اليمين ونبقى غادي كندور البولا على اليسار بشويه. شوفوا هنا غادي ندخل بحال غادي نجي للبلاكه نزير اليسار عاد علاش غادي ندير رد البال لا رومور حيت دابا ما كاينش طريطوار عالي ولكن فاش كيكون راه كتمشي الى زيرتيه اليمين راه كتكيصل ليه بالنسبه لهاد الرومبوان ما جايش في المنحنيات. هادو كانوا بعض التوضيحات اللي بالنسبه لمستعملي الطريق واللي عجبو الفيديو نتمنى يعجبكم ديروا لايك وشاركوا اللي ما مشتركش في القناه يدير ابوني والسلام.